بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يجوز للإنسان الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن؟ لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن تالي القرآن يتفرغ لتلاوة القرآن ولا ينشغل بغيره. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في حق المستمع، فكيف بالقارئ نفسه؟ إنه ينبغي أن يقرأ القرآن وأن يتلو القرآن وهو متفرغ لذلك، مقبل عليه، متدبر لكتاب الله عز وجل. لكن إذا احتاج إلى أكل أو احتاج إلى شرب فإنه لا بأس أن يقطع القراءة وأن يتناول ما يحتاج إليه. نعم.